كلوج الروماني بواز السويسري الدور الأوروبي المجموع الجولة الثانية ويش عندنا كيفاش كانت الشوط الأول الشوط أول في هذه المباراة وكان نقوله باللي كان تضيع فرص كثيرة من جانب كلوج الروماني وين حاول يسجل في الدقائق الأولى وين نقوله باللي خاصة في الدقيقة 20 وين جابرييل الذي ضيع هدف كان محقق أمام وين الحارس تاع بواز لدافيد فون اللي أنقذ المرمى تاعو بأعجوبة في هذه الدقيقة أمام جابرييل الذي ضيع هدف كان محقق. شاهدنا كيفاش وين كلوب كلوج الروماني وين دخل بخطة يعني 3-5-2 شنا كيفاش بواز النادي السويسري اللي دخل بخطة مغايرة خطة وين نقولوا باللي لعب نقولوا بالثلاثة 4-3. شاهدنا كيفاش كريستيان في الحراسة تاع كلوج ماتيو باولو أندريا كامارو أفيديو دامين الإسكندر شنا كيفاش دياك جابرييل ماريو يعني نقولوا باللي خاصة وين فينيك جان بير اللي ضيع هدف من جانب بواز في الدقيقة 35. شاهدنا كيفاش كريستيان نيكولاس فابيان كونتينيو شنا سيدريك شنا محمد كامارا سليفان يعني دافيد فونا الحارس تاع النادي اللي أنقذ المرمى تاعو بأعجوبة في الدقيقة 20 يعني كانت المباراة. شاهدنا الشوط الأول اللي انتهى 0-0 الشوط الثاني كان مغاير يعني الشوط الثاني شاهدنا فيه تقلب النتيجة شاهدنا فيه لعب جميل ضغط خاصة من جانب كلونش من أجل الفوز بهذه المباراة. شاهدنا كيفاش بواز النادي السويسري وين كيفاش لعب كيفاش قدم مباراة خاصة في الشوط الأول الشوط الثاني كانت مباراة شيقة. هذه هي الجولة الثانية شاهدنا كيفاش انتهت المباراة كلوج الروماني.